الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العلي العظيم. بلد اسمه أمريكا، بلد يحتوي على أعلى نسبة من الرفاهية كما يدعون، الناتج المحلي الإجمالي هو الأعلى في العالم، حسب الإحصائيات الرسمية في العام الماضي كان الناتج المحلي الإجمالي له أكثر من 21 تريليون دولار، يعني أكثر من 21 ألف مليار دولار. وللعلم أن الإجمالي للناتج المحلي في كل العالم حسب الإحصائيات الرسمية ما يقارب من 88 تريليون دولار، يعني تقريبا ربع العالم كله، كل العالم 3/4 وأمريكا وحدها تقريبا ربع. في التكنولوجيا هو البلد الأول، في الإدارة العامة للبلد يعتبرون أنفسهم هم البلد الأول، في جمال الطبيعة مع تنوع الطبيعة يعتبر من البلاد الأول إن لم يكن هو البلد الأول، الأنظمة المتطورة هم في القمة، وهذا الحديث لا ينتهي. ميزات ذلك البلد: التواصل في القمة، قمة القمم في البلاد، ولكن مع كل هذا الجانب الآخر غريب جدا. نسبة الانتحار في أمريكا تعتبر من النسب العالية، حتى
حتى في صفوف علمائهم نسبة الأمراض النفسية عندهم شيء مذهل لا يتصور أصلا، لا نتمكن أن نستوعب. إحصائية نشرت لعله قبل 4 سنوات أو 5 سنوات في وسائل الإعلام العالمية، في وسائل الإعلام المحلية أيضا نشرت، جهات إخبارية رسمية في المنطقة أيضا نشرت، بعض المواقع الإخبارية العالمية الموجودة في أمريكا أيضا نشرت هذه الإحصائية، أن ما يقارب من 22% من الشعب الأمريكي يعاني من اضطرابات النوم واليقظة التي تؤثر على حياتهم بصورة خطيرة. أنا أقرأ لكم نص عبارتهم: للاضطرابات العادية النفسية، الاضطرابات التي هي تشكل تؤثر سلبا على حياتهم بصورة خطيرة، بصورة خطيرة يعني شطر منهم يموتون بنتائج هذه الاضطرابات، 22% منهم هكذا، يعني أكثر من 5 الشعب، يعني من كل 5 أشخاص شخص واحد عنده هذه المشكلة، نسبة جدا مخيفة. السؤال أن هذه المشاكل النفسية التي قد تنتهي بالانتحار، قد تنتهي بأشياء ثانية، لماذا لا نجدها في بلادنا؟ الرفاه الموجود في بلادنا مثلا أكثر من الرفاه عندهم، هم عندهم مشاكل نحن ما عندنا مشاكل. هذه النسب في بلادنا أقل من تلك النسب بكثير، أصلا لا مقارنة. ما الفارق بيننا وبينهم؟ في بلادنا كثير من الناس يعانون من مشاكل أكبر من تلك المشاكل. في العديد من بلاد المسلمين توجد دكتاتورية قاسية سفاكة للدماء، في العديد من بلادنا توجد سرقات مذهلة ما حدثت في التاريخ من قبل متنفذين، في العديد من بلادنا البلد فيه ثروات كبيرة والناس يعيشون أشد أنواع الفقر، أشد أنواع الفقر. في بلادنا المشاكل الصحية كبيرة، لأن الصحة إجمالا، الصحة التي تكون بيد الحكومة ليست مهتمة بالناس. في العديد من بلادنا مشاكلنا ليست قليلة، المشاكل الاقتصادية، مشاكل مختلفة، هم عندهم مشاكل نحن ما عندنا مشاكل، الأنظمة المتطورة موجودة في بلادنا غير موجودة في بلادهم. المشكلة أين؟ الفارق أين؟ لماذا لا نسمع أحد علمائنا انتحر؟ لماذا لا نسمع أحد علمائنا أصيب بمرض نفسي؟ يعني ما عنده مشاكل؟ مشاكل علمائنا أضعاف مشاكلهم. العالم المتقي عنده مشاكل مرة واحدة في مجال واحد، مشاكله أكثر من مشاكل عشرات من الناس، لماذا لا يصاب؟ هم بشر، نحن لسنا بشرا، نحن بشر هم ليسوا بشرا، ما الفرق؟
هم بشر عاديون، نحن بشر عاديون. هم عندهم عواطف، نحن عندنا عواطف. هم عندهم قلوب، نحن عندنا قلوب. هم عندهم مشاكل، نحن عندنا مشاكل. ما الفارق؟ كم شخصا تعرفون في مجتمعكم مبتلى باضطرابات شديدة، الاضطرابات في النوم واليقظة الشديدة التي قد تؤدي بحياته إلى الموت؟ كم شخصا تعرفون؟ لعل الإنسان لا يعرف إلا شيء نادر. في مجتمعاتنا المتدينة بصورة خاصة في المتدينين، كم شخصا تعرفون انتحر؟ في المتدينين لعله، في الناس الملتزمين لعله تمر 10 سنوات الإنسان لا يسمع شخص واحد انتحر. الفارق أين؟ الجواب، الفارق في كلمة واحدة، الإيمان. خلاص، ويبدو لي الفارق واضح. أنا لا أعرف لماذا مثلا الملاحدة لا يفهمون، لا ينظرون، أو يوجد هناك تعتيم إعلامي عليهم، لا أعلم. النسب المختلفة والفارق الكبير جدا جدا، هذا يوضح السبب. الإيمان، فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا. لعل البعض يقول ربما هذا المقطع من الآية المباركة عن الآخرة، فلنحيينه في الآخرة حياة طيبة. لا، الظاهر من الآية المباركة أن هذا المقطع مرتبط بالدنيا، المقطع التالي عن الآخرة نفس الآية. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ذاك في الآخرة. ظاهر من العبارة هذا في الدنيا، في الدنيا حياته حياة طيبة. حياة المؤمن بالنسبة إلى حياة غير حياة طيبة، رغم كل المشاكل التي تكون للمؤمنين حياته حياة طيبة، يعيش كحالة نفسية التي هي الأساس في الحياة الطيبة أحسن من غيره. إذن ما هو معنى الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ الجواب واضح، الآية المباركة عن القياس بين المؤمن والكافر، الرواية الشريفة عن القياس بين المؤمن بين دنياه وآخرته، بين الكافر بين دنياه وآخرته. دنيا المؤمن بالنسبة إلى آخرته سجن، لأن آخرته شيء عظيم جدا، فالدنيا بالنسبة لآخرته سجن. دنيا الكافر بالنسبة لآخرته جنة، لأنه في الآخرة في قعر جهنم، الدنيا بالنسبة إليه جنة. الشخص الواحد دنياه وآخرته، هذه الرواية الشريفة تتكفل به. أما القياس بين دنيا المؤمن ودنيا الكافر، الآية المباركة تتصدى له، فلنحيينه حياة طيبة، يعيش بترياح، يعيش براحة، يتهنأ في الدنيا، يتهنأ في الدنيا أحسن من غيره، حياة طيبة. هذه الآية المباركة، هذا المقطع من الآية المباركة، فلنحيينه حياة طيبة، ورد عن 2 من المعصومين صلوات الله عليهما وعليهم جميعا،
تفسير هذا المقطع بالقناعة عن المولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليهما. أنا عندما أقول كلمة القناعة الأذهان تتوجه إلى بعد مادي في هذه الكلمة، لا، الكلمة لها أبعاد أخرى أيضا. القناعة ليست فقط في الماديات، القناعة تأتي للإنسان بالحياة الطيبة. أي قناعة؟ الآن أذكر لكم مثالا، نموذج مصداق من مصاديق القناعة. إحدى المصاديق المهمة لكلمة القناعة، وهذا المصداق مفتاح من مفاتيح الحياة الطيبة. هو أنك لا تتوقع من أي شخص أي شيء، أكرر، لا تتوقع من أي شخص أي شيء. اغسل يدك من الناس، لا تتوقع من الناس من القريبين والبعيدين أن يؤدوا حتى حقوقك الواجبة عليهم. أنا لا أقول لا تطالب بحقوقك، أقول لا تتوقع، يعني تهيأ لعدم أدائهم حتى لحقوقك الواجبة عليهم. تعاملك مع زوجتك، لا تتوقع من زوجتك شيئا، لا تتوقع من ولدك شيئا، لا تتوقع من صديقك شيئا، لا تتوقع من أحد من الناس شيئا أصلا. توقع أن يؤذوك، توقع أن لا يقدروا ظروفك، توقع أن لا يشكروا جهودك، توقع أن يصنعوا بك كل شيء من المساوئ. توقع يعني ماذا؟ يعني لا تصدم، هذا المقصود. هذا مفتاح من مفاتيح السعادة الدنيوية. مشاكلنا العائلية، ما هو السبب الأصلي فيها؟ أنا أتوقع منها، هي تتوقع مني. لا تكون بمستوى ما أريد، لا أكون بمستوى ما تريد هي. بين الأب والابن نفس الشيء، بين الصديق والصديق. خدمته سنوات طويلة، لا يخدمني في شيء بسيط، توقع. إن لم أكن متوقعا لا تحدث مشكلة بيني وبين صديقي. اخدمه في الله ومن البداية توقع منه أنه لا يؤدي عشر معشار ما أديت له. خلاصة الكلمة، لا تتوقع من أي شخص أي شيء. اغسل يدك من كل الناس لا من بعضهم. فإن أدى شخص حقك الواجب أو المستحب فنعم ما صنع، وإن لم يؤد لا تصدم. يتعمد البعض لإيذائك، يتعمد فليكن. الشخص الذي عنده هكذا نفسية، هذا الشخص يعيش بارتياح أم لا؟ أي راحة عنده؟ قبل أن نقول كيف يكون خيرا لمن حوله، يكون خيرا لنفسه، يعيش بارتياح. يقصدون إيذاءه وهو من البداية يتوقع ذلك فلا يصدم. هذا الشخص يصاب بأمراض نفسية، مستحيل
لا أقول أمراض نفسية خطيرة، لا، الأمراض النفسية العادية لا يصاب بها. شيء غير ممكن أن لا نتوقع من كل الناس أي شيء، لا بأس، غير ممكن. أولا ممكن، ثانيا غير ممكن، درجة من درجاته ممكنة أم لا؟ ممكنة. وقلل توقعاتي من الناس، ممن حولي من البعيد والقريب. هذه درجة من درجات القناعة، قناعة، مصداق من مصادق القناعة. فلنحيينه حياة طيبة تكون لهذا كذا شخص أم لا؟ يتعمدون لإيذائي فليكن. من الطرائف، هذه قضية منقولة، الميرزا محمد تقي الشيرازي قائد ثورة 20 كان يسافر مع مجموعة من زملائه إلى بلد، لعله من كربلاء، كانوا يسافرون إلى سامراء على ما ببالي. الميرزا محمد تقي الشيرازي ما كان في الأمور الدنيوية يغضب أصلا، زملاؤه ما رأوا الغضب منه ولا مرة واحدة. قالوا في هذه السفرة، السفرة طويلة في تلك العصور، نحاول أن نغضبه، أن نغضبه، نؤذيه. كيف نؤذيه؟ متشرعونهم أيضا إجمالا، إيذاء المؤمن حرام؟ لا، الإيذاء الحرام هو الإيذاء الذي يكون تصرفا في الطرف الآخر، أنا أؤذيه بكلامي. صاروا يناقشونه في الأمور العلمية وينكرون كل البديهيات. طبعا الإنسان يغضب في النقاش العلمي، يرى الطرف الآخر ينكر أبده البديهيات العلمية. 3 ساعات 4 ساعات، هذا بدأ، ذاك بدأ، ما كفيت أصلا، ما يغضب، أنكروا البديهيات، صار يناقش في إثبات تلك البديهيات. إلى أن الميرزا محمد تقي الشيرازي جثته كانت صغيرة. أحد زملائه بالعكس، طبعا ذاك أيضا شخصية مشهورة، جثته ضخمة، فغضب، رأى لا يوجد طريق أصلا لإغضاء الميرزا محمد تقي. مرة واحدة هم جالسون في المحمل لعله كان أو شيء من هذا القبيل، طبعا هذا يحتاج إلى إيجاد توازن، مرة واحدة قفز، عندما قفز اختل، فسقط الميرزا محمد تقي الشيرازي من على الجمل، من على الناقة إلى الأرض، وهذا الشخص أيضا سقط عليه. قام الميرزا محمد تقي الشيرازي، صار ينفض التراب، قال أنا بخير، أنت بخير، خلص. طبعا حتما تألم، من على الناقة الإنسان يسقط، لعله جرح بعض الجروح الصغيرة، أنا بخير، أنت بخير، خلص. انتهت المشكلة أم لا؟ إذا كان يصرخ، إذا كان يبدي غضبه في هذه القضية الدنيوية، كانت تصير مشكلة؟ نعم كانت تصير مشكلة، ما حدثت مشكلة. طبعا هم كانوا يريدون أن يجربوه، ما تمكنوا. الإنسان الذي قرر عزم وحاول أن لا يتوقع من الناس خيرا ويتوقع من الناس شرا، من البداية يتوقع من الناس شرا، لا يصدم، يبقى يعيش حياة طيبة. نقطتان سريعتان بالنسبة إلى هذه الآية المباركة. النقطة الأولى، فلنحيينه الذي يكون مؤمنا عاملا للصالحات، ومن يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، مؤمن عامل للصالحات، يحصل على حياة طيبة؟ لا. يحيى حياة طيبة؟ لا. فلنحيينه، ينزل فيض، شيء إلهي ينزل. طبعا مع ملاحظة، هذه الملاحظة التي ذكرناها أكثر من مرة، الآيات التي فيها ضمير المتكلم مع الغير، الله عز وجل ما قال فلأحيينه حياة طيبة، ما قال فلأجزينهم أجرهم
بأحسن ما كانوا يعملون. قال فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم، نجزينهم لا أجزينهم، أنا أجزي أم نحن نجزي، ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، تريد أن تصل إلى مقصد، عندك سيارة تحتاج إلى ماذا؟ الأصل موجود السيارة، تحتاج إلى وقود كشرط لهذا الأصل. الوقود ليس هو الأصل، الأصل الذي يوصلك هي السيارة، ولكن السيارة تحتاج إلى وقود. الأصل الذي يوصلك إلى الحياة الطيبة في الدنيا، إلى الأجر الأخروي، الأصل هو الإيمان، والشرط الوقود هو العمل الصالح. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. أنت مؤمن، السيارة موجودة، اجعل لهذه السيارة وقود، الوقود العمل الصالح، الأصل موجود وهو مؤمن، هذا هو الأصل، اجعل وقود لهذا الأصل، الوقود لهذا الأصل حتى تصل إلى حياة طيبة وأجر عظيم في الآخرة، العمل الصالح، تأتي النتيجة. لاحظوا الآية، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الأصل والشرط أو الوقود، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الأصل بفضل من الله سبحانه وتعالى ببركات من أهل البيت موجودة فيكم، حقق هذا الشرط، هذا الوقود. أختم كلامي بحديث شريف، هذا الحديث الشريف رواه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في معاني الأخبار بسند معتبر عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه، أنه قيل له إن أبا الخطاب، أو الخطاب شخص منحرف كان يلصق نفسه يدعي أنه مرتبط بأهل البيت، ملصق بأهل البيت، ولكن هو منحرف، وقد ورد اللعن عليه في روايات عديدة عديدة من أهل البيت صلوات الله عليهم. قيل للإمام الصادق عليه الصلاة والسلام إن أبا الخطاب يذكر عنك أنك قلت له إذا عرفت الحق فاعمل ما شئت، هكذا ينقل عنك أنك قلت إذا عرفت الحق، إذا كان عندك الإيمان فاعمل ما شئت، ارتكب ذنوب، اعمل أي شيء، هكذا ينقل عنك. فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله أبا الخطاب، والله ما قلت له هكذا، ولكني قلت إذا عرفت الحق فاعمل ما شئت من خير يقبل منك. أنت عندك الأساس، أي عمل خيري تعمله يقبل منك، إذا الأساس ما كان موجودا عمل الخير لا يقبل، الأساس مو موجود. أنت مؤمن، أنت عرفت الحق، فاعمل ما شئت من خير يقبل منك. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، ويقول تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأساس موجود، لطف عظيم عظيم من الله عز وجل، تحتاج فقط وقود، تحتاج عمل صالح، النتيجة أين تظهر؟ في الدنيا قبل الآخرة. فلنحيينه حياة طيبة، والآخرة أيضا عظيمة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أحسن شيء أي شيء كان؟ ذاك هو الملاك للجزاء في الآخرة.
خلاف كل الناس، الناس يقيسون الأقل بالأكثر، يجمعون بين الأقل والأكثر يجزون. لا، الله سبحانه وتعالى يجزيك جزاء حسنا بأحسن ما كانوا يعملون. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد، اللهم اجعلنا ممن تحييهم في عافية وتميتهم في عافية وتدخلهم الجنة في عافية وتجيرهم من النار في عافية. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.